السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو الجديد اللي غادي نهضروا فيه على قضيه دائما صفاء وهناء. ولكن هذا الفيديو مختلف شويه، لحقاش اليوم غادي نشوفوا اول صريح علني لوالد صفاء وهناء من بعد الظهور ديال امي فاطمه اللي تدعي بانها هي الوالده البيولوجيه والحقيقيه ديال التوام. فمن بعد الضجه الاعلاميه على هذا الموضوع بسبب السيدة أمي فاطمة اللي مازال كتقلب وكتبحث على بناتها متأكدة حسب إحساسها ومشاعرها بأنهما صفاء وهناء، وما عندها حتى شي دليل ولا حجة ولا برهان قاطع لحد الساعة. فهي كتطالب بتحليل ديال لادين وباش توصل الحقيقة اللي كتشوفها هي أن بناتها توأم هما صفاء وهناء اللي سماتهم حسناء والحسنية. فبالرغم من خروج توأم في بواحد صريح على حسابهم في انستغرام ونفاو فيه بأن الأقاويل ديال أمي فاطمة يعني أقاويل ما صحيحاش وما عطاوش الأمر أو الموضوع أهمية كبيرة، فقرر الوالد ديالهم انه يخرج على الصمت ديالو ويخرج بواحد الصريح بواحد اللهجه غاضبه خصوصا على الناس اللي تحرضوا امي فاطمه على اقوالها، وقال بان ادعاءاتها لا اساس لها من الصحه وانه متاكد من هادشي اللي تيقول وما غاديش يبزز على بناته باش يديروا التحاليل مع امي فاطمه، لانه هو متاكد 100% ان النتيجة غادي تكون سلبية وهذا الشيء غادي يأثر على النفسية ديال امي فاطمة لانها غادي تصدم. وقال ليها تمشي تقلب على بناتها في مكان واحد اخر ووسعها، وقال بانه حاس بها وبالالام ديالها لان فقد فلدة الكبد راه ماشي امر سهل، بالعكس هو صعيب بزاف وتقدر الاحساس ديالها. وكذلك قال بان عنده ادله موثوقه بحال ورقه ديال المستشفى اللي تولدوا فيها التوام، وعنده كذلك الدفتر الصحي ديال الام من كانت حامله بهم. وزاد على هذا الشيء هذا بان الله تعالى خلق من شبه 40، فقصة الشبه هي كانت من الصدفة بأن التوأم يجي يكونوا كيشبهوا المي فاطمة وكيشبهوا كذلك الخوهم الكبير أختهم اللي هما من دمهم ولحمهم. فهذا هو التصريح اللي دلا به الأب ديال صفاء وهناء، وكانت رسالة لأمي فاطمة باش تمشي تقلب على بناتها في مكان آخر. فكنتمنى هاد المعلومات أو هاد الفيديو أنه ينال إعجابكم مشاهدينا الكرام، وكتروا من البارتاج ومن لي لايك باش الفيديو يوصل أكبر عدد من المشاهدين. وشكرا لكم بزاف بزاف على التفاعل ديالكم، وبسلام عليكم فيديو آخر.